أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على المستكبرين والظالمين والمتجبرين، وعلى الأمريكان والإنجليز والصهاينة المجرمين. نحن اليوم نقف إحياء لهذا اليوم الذي أطلقه الإمام العظيم روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه. نقف لنحيي هذه المبادئ التي نادى بها، مبادئ العزة والقوة والصمود والثورة أمام الظلم والعدوان والتجبر والطغيان في الأرض. هذا اليوم يوم عظيم تنبعث فيه إرادة الأمة من الرماد لتواجه الاستكبار العالمي ولتواجه أذنابه من الطغاة والعتاة والمجرمين في وطننا الإسلامي الكبير. نحن اليوم نؤكد أننا أبناء محمد صلى الله عليه وآله، وأننا حماة هذا الدين وحماة هذه الأمة. نقف مع آلامها ونقف مع مشاكلها ومع جراحها، لنكون الصامدين في وجه كل طغيان وعتو في الأرض. هذا اليوم يصلح أن يكون عنوانا جامعا للأمة الإسلامية التي فرقتها الأنظمة وفرقها الطواغيت والمجرمون. يصلح هذا اليوم أن يكون جامعا لكل مستضعفي الأرض، بل هو الجامع لكل مستضعفي الأرض. فإن هذه القضية، قضية فلسطين المغتصبة المقهورة المظلومة، قضية يتناغم معها كل إنسان سوي وفطرة كل إنسان سوي. نحن اليوم نؤكد على أنها قضيتنا المركزية التي لن ننساها ولن نخذلها ولن نتركها ولن تشغلنا عنها أي قضية أخرى، لأن هذه القضية إذا تحقق فيها الانتصار فإنه انتصار أمة محمد صلى الله عليه وآله، وهو الانتصار الذي سيأخذ بالأمة إلى العلو والمجد والرفعة والسؤدد. لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام. نؤكد في هذا اليوم أننا على انفصال تام مع أمريكا وإسرائيل، وأن أمريكا وإسرائيل إلى زوال، ونهتف دائما الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل، الموت للعملاء، الموت للعملاء، الموت للعملاء، الموت للعملاء، مع إخواننا وأهلنا في فلسطين. نحن هذا اليوم أيضا مع إخواننا وأهلنا في جميع بلاد المسلمين المقهورة، مع إخواننا في اليمن ومع إخواننا في كل مكان، في وجه الصهيونية العالمية، في وجه الاستكبار العالمي، في وجه أذنابهم. ونقول أننا على ثقة بنصر الله، فقد وعد وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنحن على إيمان ويقين بنصر الله، ونحن ثابتون، لن نركع إلا له سبحانه، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله. من كان مع الله كان الله معه، وكانت له العزة وبعيدة عنه الذلة. لذلك نحن على يقين أن هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. في هذا اليوم لن ننسى شهداءنا، ولن ننسى معتقلينا، ولن ننسى المظلومين المقهورين، ثابتون على هذا الخط بمدد الله ونصره. والحمد لله رب العالمين. والفاتحة للشهداء تسبقها الصلوات. اللهم صل.